وهذا ليس فقط على من يستشير اليوم، وإنما هي صلاة عامة على كل من يستشير في سبيل هذا الوطن، وكتعبير واضح منا عن مقاومتنا ورفضنا لكل أشكال الإرهاب. فبعد الصلاة سنصلي صلاة الجنازة على الشهداء اليوم وعلى جميع الشهداء، تعبيرا منا عن وقوفنا صامدين بإذن الله، واقفين للدفاع عن هذا الوطن، سائلين الله أن يتغمد كل هؤلاء الشهداء ومن سبقوه من الشهداء بواسع رحمته، فنعبي الشفاء للمصابين. استقيم واستمر.